الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار كيف نصوم رمضان، يعني هذه النصائح أثناء هذا الشهر المبارك. الهيليكوباكتير بيلوري، هذه بكتيريا المعدة، بكتيريا المعدة هذه هي تعيش في وسط حامض، كلما كان وقت الهضم طويل كلما انتعشت هذه البكتيريا، لأن أصحاب الهيليكوباكتير بيلوري يجب أن يتوقفوا عن استهلاك اللحوم لأن الهضم طويل، وأن يأكلوا أشياء بسيطة يعني تمر من المعدة بسرعة لكي لا تترك الفرصة لهذه البكتيريا كي تنتعش وتتغذى. الهيليكوباكتير بيلوري هي البكتيريا الجرثومة الوحيدة التي تسبب سرطان، لأن السرطان ليست جرثومية إلا سرطان المعدة. الجرثومة هيليكوباكتير بيلوري إذا لم تعالج لمدة 5 6 7 6 8 سنوات 9 سنوات، وهي تمر صامتة في كثير من الأحيان، تمر صامتة إلى أن تصل إلى المالينيتي، يعني إلى سرطان. هي الجرثومة الوحيدة التي تسبب سرطان هي الهيليكوباكتير بيلوري هذه. ثم هل الأشخاص اللي عندهم قرحة المعدة اللي عندهم هيليكوباكتير بيلوري، الأشخاص اللي عندهم تقرح كرهن، أو الأشخاص اللي عندهم RCH ريكتوكوليت إمراجيك يعني القولون العصبي، أو الأشخاص اللي عندهم حتى البواسير، أو الأشخاص اللي عندهم مشكل ما يعني حريق ولا أشياء هكذا في ديودينوم، ولا عندهم كثرة حموضة في المعدة، أو عندهم مشكل مرارة، لأن المشكل الصفراء المرارة كذلك يعني تشكل خطأ، أو الأشخاص اللي عندهم حصاوات في المرارة ممكن يعني أن يطرحوا من المرارة، ممكن أن يطرح الناس هذه الحصوات من المرارة، أن يصوموا. هؤلاء يجب أن يصوموا بالنبات وأن يمتنعوا عن اللحوم والألبان. وضح هذه الأمراض كرهن وهذه الأشياء. ثم الى الاشخاص اللي عندهم كرهن، حتى سيلياك، اشخاص اللي عندهم سيلياك يعني هذا الحساسيه للجلوتين، طبعا هذو ما غاديينش يستهلكوا القمح والشعير، ولكن الاشخاص اللي عندهم هذا القول العصبي مع الكرهن مع قرحه المعده ممكن يتفادوا قمح، ولكن شعير مش مشكل، شعير ممكن يستهلكوا شعير، حتى الخرطال يعني هذا الشوفان ممكن يستهلكوا شوفان ماشي مشكل، قطاني ممكن يستهلكوا قطاني، سمك ممكن يستهلكوا سمك، زيت زيتون ممكن يستهلكوا زيت زيتون، ليس هناك مشكل. ولكن الأمراض هذه التي تشتبه لتتعلق بالجهاز الهضمي، فإذا صاموا بالنبات يكون أحسن مع شوية سمك، يعني سمك للبروتينات ولا شيء، حتى ولو نقص الوزن أثناء شهر رمضان جيد، أبشروا يعني جيد، حتى ولو نقص الوزن عند الناس جيد. لماذا؟ لأن يجب هذا الجسم يجب أن نضغط عليه كي يطرح هذه السموم، ونضغط عليه بالجوع والعطش الشديدين. إذا أكل الناس نفس الكمية في الليل أو ضعف هذه الكمية أو 3 مرات هذه الكمية التي يأكلونها خارج رمضان، ليس هناك رمضان من الناحية الكونية، ليس هناك صيام من الناحية الكونية. نحن نتكلم عن الصيام وليس الصوم، لأن الصوم شيء آخر. الصوم يشمل الكلام وأي شيء، يعني يشمل حركة الفم. الصوم يعني ألا تقول شيء، ولكن كألا تأكل شيء وألا تسمعه. ولو أن القرآن جاء لمريم العذراء فكولي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما وليس صياما فلن أكلم اليوم إنسيا. العلماء فسروا على أن الصوم هو يعني عن الكلام، ثم الصيام عن الأكل والشرب يعني، وعن طبعا الجنس. فهذا الجهاز الهضمي يستفيد من الصيام، يستريح، يجب أن يستريح، والجوع والعطش شديدين. فالناس اللي عندهم قرحة المعدة سيحسون بألم فظيع، حريق، هذا احتراق داخلي يعني حرق المعدة، هذا يحسوا بألم فظيع مدة 2 أو 3 أيام، بعدها ليس هناك مشكل، يمرون من فترة الأزمة لازم يصبروا شوي، ولكن بعدها إن شاء الله ما يكون عندهم مشكلة. ثم أن ينصحهم الناس بأن قرحة المعدة يجب أن لا يصوموا، أقول يجب أن يصوموا، لأن رمضان لا يفسر علميا، لأن رمضان ليس حمية، لأن رمضان ليس دايت، هذه الناس دخلوا في الأطباء، رمضان معجزة، رمضان غيب، رمضان عبادة، رمضان لا يخضع للمنهاج العلمي، يجب أن يصوم الناس. يعني إذا ضرر هذا الشخص وما قدرش يعني لا يطيق يفطر، إذا كان لا يطيق يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، ولمن يتطوع حسن يصبر شوية الألم ويتطوع حسن، وأن تصوموا خير لكم للمرضى، هذا الناس اللي عندهم أمراض هم اللي أن تصوموا خير لكم، وليس الناس اللي صحاح اللي سليمين عندهم جسم سليم، ليس يعني الله ما كيخيروش، ولكن كيخير المريض كيصوم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.